وإلى متى؟ إلى متى حنا والبطارية هذه اللي كل شوي تنقص؟ مهمتنا اللي جينا عشانها تهددها شغلات كثير. الله الله عليك يا سلام، الله على المعاونين، الله على الخذلان لما يجي في وقت مهم. شلون نتواصل الحين؟ شلون نتواصل مع ست اليوم بالطريقة ذي؟ حتنحل مشكلة الطاقة هذه ولا لا؟ السلام عليكم يا جحدة. وعليكم السلام يا دبور. بس يعني أنا جاي قلبي دربك جيت أطمن عليك لأن سمعنا صوت مركب أنا وصديقي بوري، بس قلت يعني أكيد جحدر يعني عنده مشكلة يعني، بس حبيت أطمن يعني. وأنت كل ما أسمع صوت دربك تجي تقول في مشكلة، أنت قاعد تتلزق فينا، أنت عندك شيء. أنا؟ إي واضح من وجهك إن في شيء تبي تقوله. أنا ولا أنت ما غيرك؟ جحدر يا حبيبي. دبور ولا أنا مشبه؟ أي دبور بس أنا شوف أنا ما أقدر أقرب أكثر، أنا أحس إن لازم أخلي بيني وبينك شيء، يعني أنت عارف. بس حاب أقول لك يعني أنت عارف يعني أنا من يوم ما شفتكم يعني أنت لو لاحظت أول واحد جاء عندكم وسلم عليكم معناته ضربتوني أنا، صح ولا لا؟ سلمت عليكم قلت مين أنتم؟ أنا أحب أتعرف على الناس الأغراب عشان أبغى يعني أكون علاقات وصداقات. أنا ما أنكر، لكن في حاجة مهمة. إذا تبى تثبت إنك تحبنا وإنك تبى توقف معنا، أنا عندي مشكلة. وش المشكلة؟ دبور. المشكلة. دبور يدبرها طال عمرك. المشكلة هي اللي أنت حاط إيدك عليها هذه. وشو؟ ما والله ما سويت شيء، والله العظيم ما سويت شيء، قسم بالله إني ما سويت، بس ترى كذا يعني لا إراديا مسكتنا لهذا. أصلاً هي فيها مشكلة، حنا نحاول نحلها. وش المشكلة؟ البطارية وضعها غريب، كل شوي تطلع مرة وتنزل مرة، تطلع مرة وتنزل مرة، وحنا عندنا تواصل مع كوكبنا لازم يتم عشان المهمة ما تتأثر. صح. أستاذ جحدر، أنا حاب أقول لك حاجة، بس بعطيك أول حاجة نبذة عن نفسي. أنت ما تعرفني، لازم أعطيك نبذة عن نفسي. يا دبور أنا وضعي في خطر، قول النبذة بسرعة. طيب معك أخوك دبور، يعني قاعد أدبر أمور كثيرة، والكثير يعرفني إني أنا في تدبير الأمور ما في زيي، لكن أنا باشترط عليك شرط على عمرك. شرط؟ إيه شرط. جاي عندي في المركبة وتشترط شرط؟ لا تعصب، الله يرضى عليك، أنت كذا مخيف بدون ما تعصب، تكفى أرحم أمك أتعصب. قل وش عندك؟ الشرط طال عمرك يعني ما تنسوني طال عمرك، انا كلمت سلها بيقول بيصير اغنياء وما بننساك يعني، بس حبيت اقول لك يعني. ماشي، احنا اللي يخدمنا ويمشي في الطريق اللي نمشي فيه ما نتركه ابدا. في خدمتكم انا. انا ابغى البطارية هذه تكون فل شحن. صح المفروض تكون فل، بس كيف؟ شلون كيف؟ مو انت تقول انا دبور اللي يدبر الامور، انا توقعت دبور اللي يطير في الجو، انت تقول انا ادبر الامور. طيب ايه بس انت قول لي، بس انت دلني الدرب ولك مني اوريك الشغل، بس قول لي انت، قول لي وش هو؟ في حروف تطلع لي بهالبطاريه انا ما اعرفها، اهل الارض هم اللي يعرفوها، انا ابغاك تقنعهم انهم يجون. سهله ونحاول نحل المشكله حتى لو بالتحديات. بسيطة، أنا أحلك المشكلة بشرط بس يعني تعطيني بلورة. والله إنك داخل على طمع. ها ليش؟ شلون ما تقدم خدمة إلا فيها شيء؟ يا أستاذ ممكن أقرب أستاذ جحدر؟ تفضل. يا أستاذ جحدر يا حبيبي يا صديقي، أنا بديت أحس إني أنتمي يعني وأقرب منك طال عمرك، هذا ما يعوض. شغل النور. وين النور؟ هذه اللمبة. ها
الله قل طال عمرك يعني الدنيا مصالح، وعشان تعرف الناس يشاركون معنا وهذا، احنا نقول للاطفال انه يعني ساعدوه وحلوا معه وخذوا هذه البلوره ويفرحون فضائي، وفضائي يدعم الموضوع يقول ايه شاركوا شاركوا، واذا شغلت المركب انت خذ اللي تبي. والله انك دبور، يا رب ما يجي اليوم اللي تزن على خراب عشك، لكنها فكره حلوه. والله فكره حلوه. الله يسلمك. طيب يا دبور، وش منتظر انت؟ ليش ما تحل؟ لازم تجيب اطفال وفضائي ذا اللي ما احبه انا، ما احبه. شوف انا يعني تصح تعليمي متقدم، بس اني انا ما وصلت للمرحله اللي وصلوا لها الاطفال. ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم، نبهاء عباقره. نعم. وش يتابعون ذولي؟ يتابعون شبكه المجد، وش يتابعون غيره؟ ما شاء الله عليهم، عنده يا اخي من هو من وريع صغير يتابع روضه، ويتابع بعدها بسمه، ويتابع بعدها مجد، وش تبي منه ذا؟ عشان كذا طلع اذكياء. واذا يبغى في اللحب يتابع تغاريد. قول الله قسم بالله ما تعرف انت. انا وطالب من هذا المكان. نبي اشترك لسبب، بهذلني جنني، عنده مشكلة خلوه يتابع القنوات. شوف سلهب لو يتابع جزء بسيط بس منه، قسم بالله عقليته تصير كويسة. هو لو يتابع مي بس، مي يتكلم انجليزي. جبهم خلنا نشوف الذكاء اللي عندهم، جبهم خلنا نعالج المشكلة. بس ترى حاب اقول لك عندهم عروض اشتراكات، ترى عندهم عرض. عندهم اشتراكات؟ اي عندهم عرض اشتراكات. يمدينا نلحق عليها؟ يمديك تلحق عليها، ترى ما بقي شيء. ترى شغال عندنا في ستران؟ شغال وقمر صناعي. لا يا ابوي وش بك انت؟ ما ادري، احس الكلام دخل في بعض كذا، لكن اي اسمع تفضل. المويه تكذب الغطاس. الغطاس؟ اي نعم. نادي الاطفال. ابشر وخلنا نشوف. عطنا البلوره. ما؟ البلوره؟ ايوه. وانا شو ضمني تروح ولا ترجع؟ لا بجيب الاطفال، بس انه اجهز البلوره واجيب انا. اذا شحنت البطاريه كلها؟ ايوه. ابشر بالبلوره. يا خاشمي انا دحين اروح اكلمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت كذا وش تنتظر؟ خلاص طيب. خلهم بس يحلون مشكله البطاريه. بلورات ما في امل. من متى جحدر يوفي بوعده؟ ما في امل. خلهم بس نشوف ذكائهم ذا اللي تكلم عنهم. خلهم يجون. تعال بدر، تعالوا ما عليكم، شيلوا الهم تعالوا. هذا جحدر، تعالوا وقفوا انتوا. هذول هم؟ ايه هذول هم شطار. اسمع تخافون، ترى اتفقت معاه انه نبسط فضائي، قلت له نحل يبغى نشحن هذه، وقلت له انتم تعرفون الحروف هذه الحروف تعرفون ايوه، اذا حليتوها بيعطيكم بلوره ونعطيها فضائي. طيب وش اللي ضمننا احنا بيعطينا زي كذا؟ بالله جاي في المركبه عندي وتتهمني في امانتي؟ انت شو ما تفكر انت؟ انت وشو المعصب؟ انت عندك ضغط، انت سكر، عطل معصب يا جحدر، حد عليهم ترى. ما انت شايف ايش يقول؟ اي هم اذكياء، بس اذا عصبت عليهم ما يعرفون يحلون بعدين. هذا لا 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 لا، ليش ينفخ علينا؟ مع حقك على حق. خل يا اخي يا جحدر، الاطفال يقول بالحنيه. الاطفال؟ اطفال احباب الله. احباب الله يا احباب الله. نسيت هذا الكلمه انا. حنيه اتكلم معهم عشان لا يفقدون المعلومات من الخوف. أبنائي. لا أهدى طبقة أهدى. أبنائي كذا هذا زيني. أبنائي حلو أهدى من كذا. أبنائي هل أنتم جاهزين حتى نحل مشكلة البطارية؟ إن شاء الله جاهزين. ما رأيك يا دبور؟ إيه هيا بنا إلى حروف الطاقة. يلا هيا بنا، فلنوضح الإجابة ونكسب البلور.